ازيكم، وحشتوني جدا. اسم القناة بيري لايك. غيرت اسم القناة علشان يكون متناسب مع اسم اكاونت التيك توك، فممكن تعملوا لي فولو على التيك توك باسم بيري لايك. بحبكم جدا، ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش السبسكرايب واللايك. النهاردة هنكمل مع بعض طبخات المشتركين الجميلة جدا. يلا متحمسين نبدأ؟ أول وصفة من صديقتنا ملوكة. أهلا بيك يا ملوكة وأهل الأردن كلهم ومنوراني. ملوكة قالت لي إن أنا أجيب علبة فاضية وأحط فيها معلقة من النسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان، وعليها معلقتين من السكر وثلاث معالق من المية الدافية، وهرج العلبة كويس جدا علشان يعمل معايا رغوة نسكافيه. بعد كده في المج بضيف الحليب وبنزل عليه الرغوة اللي انا المفروض ارجها كويس لمدة 10 دقايق، بس انا استعجلت عليها فما ادتنيش الرغوة اللي انا كنت بفكر فيها، وبدأت اقلبه وشربته كده. فانا بحب النسكافيه في كل حالاته، فكانت جميلة جدا، فبديها 9 من 10. تاني وصفة معانا من صديقتنا رحمة. هي هنحول الشوكولاتة السنيكرز الى ايس كريم. فحاولت افتتها زي ما قالت لي، بس لقيت ان صعب ان الشوكولاتة تتفتت، ففكرت ان انا اقطعها لقطع صغيرة وبعد كده هرجعها تاني في الكيس. بعد كده ضفت لها الحليب وكمان عود ايس كريم واسيبها في الفريزر. بعد كام ساعة كده طلعتها، فالشوكولات اتحولت لايس كريم، فكانت عجباني جدا ان الشوكولاتة السنيكرز اتحولت لايس كريم وغيرنا من طعمها، وكانت لذيذة جدا، فبديها 9 من 10. تالت وصفة من صديقتنا رحمة. هي هغمس البطاطس بالايس كريم. فجبت الايس كريم ده، ولما اكلته كان طعمه لاول مرة غريب جدا، بس بعد كده عجبتني، يعني عجبتني ان انا اكررها كذا مرة، فبدأت ان انا اكرر ان انا احط البطاطس في الايس كريم واكلها. كمان الاولاد في البيت شاركوني ان هم يجربوا معايا التجربة دي، فكررتها كذا مرة، وشفت كمان ناس كتير في بيعملوها، بيعملوا بطاطس ماك بالايس كريم، وحبيت ان انا اكل الايس كريم كده بالمعلقة، في حسيت ان طعم البطاطس مش مغيره ولا حاجة، فبديها 8 من 10. اخر وصفة معانا، الوصفة اللي انا كنت متحمسة لها جدا وانا بعملها، ان انا جبت فراخ وتبلتها ببصل وطماطم وشوية بهارات وملح وفلفل وليمون، وسبتها كده ساعتين في التلاجة. وبعد كده بكسر الاندومي، وبضيف عليها كمان بهارات بتاعتها، وهكسر بيضايه واربعها كويس. بعد كده في طبق تاني حطيت فيه دقيق. بقى عندي 3 اطباق، طبق للدقيق وطبق بيض وطبق للاندومي. فبنزل الفراخ اول حاجة في البيض، وبعد كده على الدقيق، وبرجعها مرة تانية في البيض، واخر خطوة ان انا بحطها في الاندومي. كده الفراخ جاهزة، سبتها في الفريزر شوية تجمد. وبعد كده في طاسة فيها زيت، خليت الزيت يسخن كويس، وبعد كده بنزل فيه الفراخ، واول ما بنزلها كلها ببدأ ان انا اوطي النار عليها شوية وبقلبها وبغطيها علشان تبقى مستوية كويس. وده كان شكلها، عجبت كل اللي في البيت، وكانت طبعا الاندومي مدية الفراخ قرمشة جميلة جدا واضافة جميلة، فطبعا بديها 10 من 10. كده خلصت وصفاتنا النهاردة.
ما تنسوش تعملوا لايك واستنونا تاني في وصفات جديدة، واكتبولي وصفاتكم الجميلة.